بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي قدام مننا ده هو احنا ان شاء الله هنوضح كيفية التسجيل او كيفية الدخول للموقع، وازاي تسجل بياناتك، وازاي انك انت تعمل تسجيل، ثم ازاي انك انت تدخل على الموقع من خلال اللوج ان. في البداية طبعا لازم نفتح اي ويب براوزر، لو يكن مثلا كامتازيا، انترنت اكسبلورر، فايرفوكس، اي متصفح للانترنت تستخدمه. كل اللي بتروح على المكان ده هو بتكتب العنوان اللي احنا عطناه لكم في المحاضرة، محمد حسين دوت كومو جي دوت كوم. لاحظ ان انا كتبته في هذا المكان، هذا المكان ده هو المخصص لوضع اي ادريس. ممكن برضو حتى نحط في الاول www، تفرقش لو حطيناه او ما حطيناهاش، المهم يكتب الادريس بالظبط بدون اي حرف خطأ، لان اي حروف خطأ هتخلينا نروح في مكان تاني مختلف. البعض للاسف كان بيحط الادريس ده على الجوجل، ثم يبدأ يبحث، ثم شغلانة طويلة، واحيانا طبعا بيجد نفسه بيروح صفحات مختلفة. في جميع الاحوال هي دي نقطة البداية، الادريس بهذا الشكل زي ما انا مظلله. بمجرد ما تكتبه صح واحدة واحدة، تعمل انتر. طبعا حسب سرعة الانترنت عندك هيبدأ الجهاز يحمل لغاية لما يوصلك للصفحة المطلوبة. لما نوصل للصفحة بتاعتنا، الصفحة زي ما انت شايفينها بهذا الشكل. كل اللي مطلوب مني ان انا طبعا بسجل نفسي كمستخدم جديد، ما بكتبش اسمي هنا ولا اكتب اي حاجة في هذا الجزء دلوقتي، لان دي الخانات دي معمولة للطالب او للطالبة اللي هي سجلت بياناتها بالفعل، او اي شخص عايز يدخل على موقعنا، مش شرط طالب او طالبة، اي حد عايز يستفيد بالموقع واللي موجود عليه لابد في البداية يبدأ يسجل اسمه. طبعا زي ما قلت انا ما بسجلش اسمي هنا اهوت، انا بسجل بضغط على كلمة مشترك جديد. الصفحة دي هنرجع لها تاني، بس خليكم فاكرين ان الشخص اول مرة لو مسجلش بياناته على الاطلاق بيدخل في هذا المكان ويكتب كلمة ضغط على مشترك جديد، بيفتح له الصفحة اللي هي خاصة بالتسجيل. لاحظ ان انا كاتب من فضلك استخدم حروف وارقام باللغة العربية. خلينا ببساطة بنكتب اسمي او نكتب اسم الشخص اللي عايز يسجل. طبعا انا ممكن اضع اي اسم، هنا اسم ده هو اسم الشخص بالكامل اللي عايز يسجل، يختار تخصصه. نفترض ان هو اختار مثلا رابع علم نفس، يحدد نفسه طالب او طالبة، بيختار كلمة طالب، بدون ما يدخل البريد الالكتروني هنا هوت. بريد الكتروني زي ما حضراتكم عارفين لابد ان انا اكون حاطط بريد الكتروني في العلامة ديت، لان دي بتميز اي حاجة، لابد يكون بريد الكتروني في هذه العلامة. تمام، ثم بدأ بيدخل اي بريد الكتروني. بعد ما بدخل البريد الالكتروني بتاعي، برضو البريد الالكتروني لابد يكون فيه الجزء ده كلمة دوت كوم، لابد يكون فيه النقطة وفي هذه العلامة، لان برضو دي بتميز اي ايميل. اي ايميل لازم يكون فيه العلامة دي، بيسموها الاد بيرسنت، ولابد يكون فيه النقطة ديت وكلمة دوت كوم. ممكن يكون ياهو، ممكن يبقى جي ايميل، ممكن يبقى هوت ميل، اي حاجة ما تفرقش. هنا بقى الخطأ اللي بيقع فيه كتير من الناس، ادخل اسم المستخدم. مش مطلوب هناك تدخل اسمك خلاص، لا، هنا بتختار اسم مستخدم خاص بيك. الاسم ده زي ما انا كاتب فوق، يفضل يكون كلمات باللغة الانجليزية، والكلمة المرور خلينا دلوقتي في اسم المستخدم، يفضل يكون حروف وارقام ورا بعضها. ما حدش يكتب يعني مثلا شخص اسمه ابراهيم عبد الهادي اسماعيل حسن، ما ينفعش يكتب هنا ابراهيم عبد الهادي اسماعيل حسن، لا، هنا اسم المستخدم بختار اي كلمة عبارة عن حروف او بس او حروف وارقام. لو انا اخترت كلمة، لو انا بالانجليزية برضو، وطبعا ده الافضل انها تكون باللغة الانجليزية عشان خاطر احيانا بعض المتصفحات ما بيفهمش اللغة العربية كويس. انا اخترت مثلا هذا الاسم وحطيت مهم جدا ان انا اكون حافظ هذا الرمز، ويفضل يكتب في ورقة جانبية كده عشان ما نسوش. ده اسمه اسم المستخدم. خلي بالكو انا مش اسمك، هو اسمك، انا بكتب هنا حاجة اسمها اسم المستخدم، حروف باللغة الانجليزية مع ارقام، ممكن يبقى حروف بس، ممكن يبقى ارقام بس، لكن يفضل يكون حروف وارقام، وعشان ما نسوش اكتبه في ورقة خارجية. الجزء الثاني
كلمة المرور. هنا كلمة المرور لابد انها تكون حروف وارقام، لان لو عملتها حروف بس او ارقام بس البرنامج مش هيقبلها، ويفضل يكون فيها حروف كابيتال وحروف سمول او حروف كبيرة وحروف صغيرة عشان تبقى حرف يعني كلمة مرور مميزة. طبعا طالما دي كلمة مرور الكمبيوتر مش هيظهرها، لكن انا ببقى عارف انا بكتب ايه، ببقى عارف كويس انا بكتب ايه، لان لو نسيتها هتبقى في اشكالية شوية. استكملت بياناتي بهذا الشكل، كل بقوله بقوله ارسل البيانات، ارسل البيانات، ضغطة بسيطة كده هيبدأ يقول لي شكرا على قيامك بعملية التسجيل، وهيكتب اسمي مكتوب تحت، هو واسم اللي انا ادخلته مكتوب تحت، مكتوب الايميل اللي انا دخلته، وبعدين جاي التحقق من البيانات. طبعا دي المرحلة الاولى ودي اهم مرحلة. بعد ما سجلت بياناتك لو رجعنا تاني بقى للصفحة بنفس الطريقة، كتبنا الادريس بتاعنا نفس الادريس كده ودخلنا على الصفحة الرئيسية مرة تانية، المرة دي انا ما باخدش كلمة مشترك جديد، ماليش دعوة خلاص انا سجلت بياناتي. طبعا في اثناء الفترة ديت لابد تترك لي ساعة او ساعتين، ممكن احيانا يوم بالكتير، عشان خاطر افعل لك الاشتراك بتاعك. تمام، هنا في الحالة دي بعد ما بيتفعل الاشتراك بتاعك، ودي حاجة مسؤوليتي انا، انت مالكش علاقة بيها، انا من قال لاخر بدخل على الموقع بشوف مين اللي سجل، ثم اللي بيهم بيسجلوا ببدأ افعل لهم اسم المستخدم. لو انت ادخلت البيانات اسم المستخدم هنا وكلمة المرور ودخلت على الاختبارات ودخلت على الانشطة اللي موجودة على الموقع، يبقى انت اتسجلت صح. تمام، لكن لو قالك لسه جاري التحكم ببياناتك يبقى لسه انا ما فعلتش اشتراكك. يعني نرجع تاني ان انا اكتب دلوقتي الاسم المستخدم. لاحظ ان انا هنا اهوت لما كتبتش اسم ابراهيم محمد عبد الهادي حسن، انا كتبت الاسم المستخدم اللي كان في الاخر خالص، هو ده هوت اللي انا كتبته. طبعا كلمة المرور المفروض انا اكون حافظها فبكتبها. تمام، عشان كده يفضل تستخدم كلمة مرور. وبعدين انا كنت كاتب رابع علم نفس، فهختار مرة تانية رابع علم نفس. تمام، هنا في الحالة دي مش هقوله مشترك جديد بقى، هقوله ارسل البيانات، ارسل البيانات. لو انا اتفعلت لك اشتراكك هيظهر لك الفيديو او هيظهر لك الصفحة دي بقى المرة دي، اهلا بيك في اسم الشخص، الحالة نشط، الحالة نشط. وهتلاحظ بقى نقطة ان احنا بدأنا نحط الاختبار التاني، وبدأنا نحط الاختبار الاول، موجود الاختبار الاول، موجود الاختبار التاني لمن يريد ان يبدأ الاختبار سواء الاول او سواء التاني. كده معناها الشخص خلاص اتفعل، عايز يعرف درجته اضغط لتعرف درجتك بالنسبة للطلبة، هيدخل درجته هو ويبدأ ان هو يسجل. لو رجع تاني لنفس الصفحة عايز يبدأ الاختبار الاولاني، هيلاقي فيه اتفاقيات وكلام يقراه، ثم يقرر اذا كان عايز يبدأ الاختبار ولا لا، بعد ما يتأكد انه يضع علامات على كل الكلام ده. لو هو بعد ما وافق على اللي احنا حاطينه ده وموافق على الشروط، ينزل تحت ويكتب موافق، اريد ان ابدا الاختبار، ساذاكر واعود مره اخرى. لو قال ساذاكر اعود مره اخرى هيرجعه للصفحه الرئيسيه، لكن لو قال موافق اريد ان ابدا الاختبار هيبدا يحمل له الاختبار الاولاني، وهيقول لك قدامك محاوله واحده، دي اول محاوله الاولى، وعندك محاوله تانية، يبدا يجاوب ويستكمل الاختبار لغايه لما يخلص. طبعا كل سؤال يجيب السؤال اللي بعده لغايه لما يكتب هنا الاجابه، ثم في النهاية هيعرف درجته. خلي بالك ان احنا عندنا محاولة اولى ومحاولة تانية فقط لكل اختبار. ارجو ان انا اكون وضحت كيفية الدخول على الموقع والاستفادة فيه، مع تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.